صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تفقد صباح الخميس أعمال التوسعة الجديدة لمركز إكسبو الشارقة في جولة رافقه فيها عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات في الإمارة. دأب اعتاده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتفقد المشاريع الحيوية التي تنجزها إمارة الشارقة وزيارة مواقع التطوير والتحديث والثناء على جهود الأيدي والعقول التي أنجزت العمل. وعلى أساس ذلك كانت أعمال التوسعة الجديدة لمركز إكسبو الشارقة وجهة سموه صباح الخميس ليطمئن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته التفقدية على سير العمل في توسعة المركز الجديدة وجهوزية قاعاته في الموعد المحدد قبيل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعقد في شهر نوفمبر المقبل. وقد أعرب سموه عن رضاه عن هذه التوسعة التي ستساهم في استضافة المزيد من المشاركين في المعرض واستقطاب المزيد من المعارض الدولية. المشروع الذي يقام على مساحة تصل إلى 10,000 متر مربع سيكون جاهزا للتسليم في 25 من أكتوبر الجاري ليجري بعدها إقامة المنصات المقرر الانتهاء منها قبل 7 من نوفمبر لافتتاح معرض الكتاب. صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع كذلك على التصاميم النهائية للتوسعة الجديدة كما شاهد سموه عرضا مرئيا يوضح المشاريع المستقبلية لمركز إكسبو الشارقة حيث أن المساحة الكلية للمركز بعد التوسعة الجديدة ستتجاوز 28,000 متر مربع بزيادة قدرها 10,000 متر مربع عن مساحته السابقة بينما سيبلغ حجم مساحته الخارجية 8,000 متر مربع. ويعد مركز إكسبو الشارقة من المعالم البارزة في إمارة الشارقة ومن المراكز الرائدة على مستوى المنطقة إذ يستضيف أبرز الفعاليات والملتقيات الثقافية والاقتصادية والتجارية وهو من أقدم مراكز المعارض الدولية في الإمارات ويعد حلقة الوصل بين كافة دول الشرق الأوسط ودول شرق ووسط آسيا. لأخبار الدار فاطمة إبراهيم.